مشاهدينا اهلا بكم الى هذا العدد الجديد من برنامجكم برنامج صحه ونصيحه. اذا اليوم راح نتحدث على الفراوله وفوائدها، ولمناقشه هذا الموضوع يحضر معنا دائما الدكتور السيد مصطفى بن يخلف. اهلا بك معنا. اهلا بك سميه وبكل اوفياء الجزائر، منورنا دائما اكيد. الله يسلمك سميه. اذا الفراوله او الفريزه من اشهر انواع الفواكه ومن اكثرها زراعه في انحاء العالم، وتتميز الفراوله بطعم ورائحة مميزة، وكانت الفراولة من الفواكه القابلة للتلف سريعا، لذلك ظلت حكرا على الأثرياء حتى منتصف القرن التاسع عشر حينما أنشئت سكك الحديدية وأصبح نقلها متاحا مع غيرها من الأغذية الأخرى ليستمتع الناس بأكلها في نفس يوم جنيها، وعلى الرغم من أن الأشخاص العاديين يعتبرونها نوع من فاكهة التوت إلى أنها علميا ليست كذلك على الإطلاق. مشاهدينا، للمزيد أو للتعرف أكثر على فاكهة الفراولة نتابع مع بعض هذا التقرير ثم نعود. من بعد نوجدوا النقلة تاعنا ونغرسوها ودير البوكي الأول، كاين البوكي الأول غر النقلة مول الغرسة بشهر، قلع البوكي الأول حبة وزوج، ومن بعد نقوها نديروا لها ليزيرسو هذا ونقيسوا عليها التينال. عندنا البوكي اللي وجدنا من جهة مارس برومي ولا الدوزيام تاع مارس، باهي وجدنا البوكي الدوزيام تاعها اللي قعدنا حتى لافا تاع الصيف باه تنقص تخرب الفريزه هذه، ونعاودوها دوزيام اني تدخل الموا جونفي وكاع نحشوها ونقوها وكاع ونعاودوها دوزيام اني تعاود حتى لثلاث سنين هي اللي بغي يعاودها تكون شجره شابه وكذا منا، ولا كانت الشجره تاعها ناقصه وكاع عندها عامين وتحبس. حنا كي نغرسو هذه الشجرة هكذا نغرسوها سي بون، تجيب لنا ذاك الحب الأول نحوه ولا واش دير، هي تبدا تخرج في القلب تاعها، هذه سبع شهور باش توجد،
واش تبدا تدير هي؟ راهي تخرج في الورقه وراهي تربي في روحها، راهي تخرج في الورقه وحنا رانا معاها بتريتمو تاع عدوى ونقى. لازم تنقيها مليح، تنقي لها الورقه الخاسره هذيك وديك وراي راي. إذن دكتور، يعني كما شفنا في التقرير، يعني لابد من تركها في وعاء من الماء. بالفعل سمية، يعني كما قال الفلاح يجب أن نخلي وكنا نجيبوا الفريزة نخلوها في إناء فيه الماء وتبات 10 حتى 12 ساعة، لأن المواد الكيميائية والمبيدات تاع الحشرات اللي استعملها الفلاح أنها تذوب الماء ومن القشرة، يعني لأنها هي فوق القشرة، القشرة تفقد هذه المواد الكيميائية وبعد نقدروا نتناولوها بكل امان. نعم. لانه ما يخفكش ان المواد الكيميائيه مضره بالصحه، اذا فات واحد النسبه معينه حتضر بالصحه. نعم. يعني نصيحه، هذه النصيحه الاولى يعني في تناول ملكه الفواكه. نعم. لان الفريزه او كما تسمى توت الارض، اسمها كذلك توت الارض، هي ملكه الفواكه. لماذا؟ لان فيها فوائد كبيره وفوائد جمال راح نشوفها في هذه الحصه. دكتور، يعني والجدير بالذكر أنه الفراولة يعني مخزن لأهم الفيتامينات والمعادن أيضا. بالفعل سمية، يعني الفيتامينات وعلى رأسها فيتامين جيم، يعني فيتامين سي. فيتامين سي أنه 100 غرام من الفراولة فيها 60 ميلي غرام من الفيتامين سي، والمقوي للمناعة أيضا. والفيتامين سي ما يخفيكش أنه منعش، أنه مقوي المناعة، أنه يحفز الأمعاء تاعنا باش تمتص الحديد، الحديد اللي يدخل في تركيب الكريات الحمراء، محاربة البكتيريا، يقوي المناعة، يعني فوائد جمة. إلى جانب الفيتامينات الأخرى، فيتامين ألف، فيتامين بي، مركبات الفيتامين بي اللي هي البي 1، بي 2، بي 3، بي 6، كل هذه المركبات المفيدة للجسم، كذلك فيها كثير من المعادن، كثير من المعادن على رأسها الفوسفور، بوتاسيوم، مغنيسيوم، مانغانيز، الحديد، الكبريت، كلها موجودة بكثرة في هذه الفاكهة. وتقل نسبة الدهون فيها، يعني تكاد تنعدم نسبة الدهون، إلى جانب الألياف كذلك موجودة في فراولة، والألياف والسكر اللي هو السكر البسيط اللي هو الفريكتوز. الفريكتوز موجود كذلك في الألياف. كما تعمل دكتور يعني مضادات الأكسدة في الفراولة يعني على تقليل معدلات أمراض القلب، وكذلك تقينا يعني من الجلطات أيضا. ككل فواكه، يعني ككل فواكه الموجودة وخاصة الفراولة فيها نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة اللي هما الفلافينويد، اللي هما راحين يحميونا، يعني راحين يحميو الجسم تاعنا من الجذور الحرة. يعني ما يخفاكش أنه في الجسم تاعنا هناك ملايين العمليات والتفاعلات الكيميائية اللي راح تفرز بعض الجذور الحرة، ما يسمى بالراديكو ليبر، اللي راح تعمل على تحييدها، يعني باش لنتفادى تلف تاع الخلايا وتاع الأنسجة والتورم. حتى دكتور هاد المضادات يعني للأكسدة تقينا حتى من مرض السرطان دكتور. صحيح، لأنه كل ما يخفكمش أن أعاذنا يعني عافانا الله وإياكم. نعم. والمشاهدين الكرام من هذا المرض الخبيث، لأن تناول الفاكهة، يعني كل يوم المنظمة العالمية للصحة تنصح بأكل 5 خضروات على الأقل و3 فواكه في اليوم على الأقل، على الأقل، لأنه كل ما تناولنا كثير من الفواكه وعلى رأسها الفراولة وبانتظام دكتور، وبانتظام يعني يوميا وبانتظام، فإن احتمال الإصابة سوف ينقص، لأنه الدراسات، هناك دراسات تحث على ذلك. فالفراولة فيها نسبة عالية من الفيتوكيميكال هذو اللي راحين ينقصوا نسبة احتمال الإصابة. حتى بالله دكتور أنها تساهم في تقليل ضغط الدم لوجود نسبة عالية من البوتاسيوم. من البوتاسيوم، ما نخفاكمش أن البوتاسيوم هذا المعدن اللي راح يعمل على تنظيم ضربات القلب، لأنه هو ينظم عملية ضربات القلب وكذلك يرخي العضلات. فالبوتاسيوم مصدر مهم، فالفراولة هي مصدر مهم للبوتاسيوم إلى جانب معادن أخرى بنسب متفاوتة.
نعم. ودكتور يعني أكل الفراولة له فوائد في تنظيم السكر وعلاج يعني مرضى الداء السكري أيضا. لأنه ما يخفكش أنه فيه الألياف، الألياف اللي هي اللي راح تنظم عملية الهضم وراح تحارب الإمساك وما تخليش يعني يعني يكون هناك إفراط في امتصاص السكر والدهنيات، فذلك المؤشر تاع السكر سوف ينقص. لذلك الناس اللي عندها سكري لما تأكل فراولة فيه نسبة مش عالية من السكر وفيها ألياف اللي راح تساعد عملية الهضم وبالتالي تنقص من امتصاص السكريات في الدورة الدموية. يعني أصحاب مرضى السكري يستطيعون يعني اليوم أن يتناولوا الفراولة بكل أمان، يعني بكل أمان لأن نسبة السكر فيها منخفضة، ربما بكميات معتدلة 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 نعم. معتدلة دون الإفراط دون الإفراط طبعا. نعم. حتى دكتور يعني تساهم هذه الفاكهة يعني في زيادة صحة الأم أثناء الحمل، أثناء الحمل لأنها تمد الأم بحمض الفوليك. نعود نرجع ونذكروا السادة المشاهدين والنساء الحوامل أنه فيه حمض الفوليك. نعم. وحمض الفوليك لاسيد فوليك اللي راي ربما نوصفوه نقدموه كوصفات للسيدات الحوامل، اليوم ما عليهم إلا أكل الفراولة لأنها فيها نسبة عالية اللي راح تمنع تسمح لنا بتكوين جيد للجنين وتقيه من التشوهات خاصة من تشوهات الجملة العصبية، إلى جانب الفوسفور الموجود كذلك في الفراولة، حمض الفوليك والفوسفور واليود كذلك. نعم. لأنه راح يمد الأم بهذه المعادن اللي راح تدخل في تكوين الجنين، لأن الجنين سوف يكون يعني بصحة جيدة إن نعم. شاء الله. حتى الفراولة دكتور يعني تقلل يعني معدل الإصابة بمرض الربو أيضا، بمرض الربو لأنه ما يخفكش أنه الفراولة فيها يعني تقينة من الحساسية. ما نتكلموش عن الناس اللي عندهم حساسية للفراولة، لكن هي أثبتت الدراسات أنها تنقص من الحساسية ومن صعوبة التنفس. نعم. الناس اللي عندهم يعني حساسية تاع الصدر يعني تاع التنفس الربو إلى غير ذلك يقدروا يأخذوا الفراولة بكل أمان. نعم. إذن دكتور مشاهدينا من الجانب الصحي نذهب وإياكم إلى نصيحة اليوم. إذن مشاهدينا من بين استخدامات الفراولة للبشرة هو التخلص من حب الشباب والبشرة الدهنية. يجب خلط 8 حبات فراولة مع ملعقة كبيرة من الحليب ودهن الوجه وترك الخليط لمدة 10 دقائق قبل الغسيل، ويمكن استخدام هذا القناع مرتين أسبوعياً. إذن يمكن استخدام الفراولة للحصول على قدم ناعمة وخالية من السواد عن طريق إحضار 5 حبات فراولة ووضعها مع 2 ملعقة طعام زيت الزيتون، نضيف 2 ملعقة ملح ونخلط المكونات جيدا لتصبح عجينة، ثم ندهن القدم ونتركها فترة قبل غسلها بالماء. إذن كما ذكرت يعني دكتور فوائد الفراولة لا تعد ولا تحصى حتى على الجمال. يعني الفراولة نعمة من نعم الله يعني. نعم. واستحقت بذلك أن تكون ملكة الفواكه، وخاصة يعني ربما هي فاكهة الموسم وفاكهة الموسم. نعم. والموسم تاعها طويل من الآن حتى للصيف. نعم. حتى للصيف، فالمذاق تاعها قدما قربوا إلى الصيف المذاق سوف يحلو، حتى الشكل تاعها واللون تاعها سوف يزيد يعني وتصبح أبهى من هكذا كما رانا نشوف فيك. يعني جميلة جدا يعني ولذيذة أيضا، ولذيذة أكيد سوف تكون لذيذة. نعم. يعني نحث يعني المشاهدين الكرام أنه ما يفوتوش الفرصة على أنفسهم على أولادهم بأن تكون فراولة حاضرة للنساء الحوامل للأطفال للمتمدرسين، يعني فيها فوائد جمة، يعني فيها أملاح معدنية فيتامينات ألياف، يعني كل هذا ما علينا إلا بالتوفير يعني الاستفادة منها وعندنا مدة طويلة حتى للصيف إن شاء الله. إذا السيد الدكتور مصطفى بن يخلف شكرا لك على كل هذه النصائح. شكرا سمية، وشكرا لكل جهود الخفاء الذين وفروا لنا الفريزة ولمشاهدينا وأوفياء حصتنا والجزائرية. شكرا لك سيدي. إذا مشاهدينا شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، كونوا دائما أوفياء لبرنامجكم صحة ونصيحة، وإلى اللقاء.